في ريف حلب الشرقي أعاد بواسل قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار إلى عدد من القرى بدءا من قرى صفيرة وصولا إلى مطار حلب الدولي بعد أن قضوا على أعداد من الإرهابيين ودمروا أوكارهم. الزميل المراسل شادي حلوة زار عددا من المناطق ووثق عودة الأهالي لمنازلهم وأعد هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، جولة مصورة في القرى التي قام الجيش العربي السوري بتنظيفها من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة. على كل عند هذه التلة عند البرج تماما هي قرية العدنانية التي أصبحت آمنة والتي سنقوم أيضا بزيارتها. على يسار الكاميرا تماما تتابعون منطقة السفيرة التي تتبع لها عدة قرى، وطبعا هناك بعض القرى مثل قرية الواحة وغيرها قام الجيش أيضا بتنظيفها، وإن شاء الله سيقوم بتنظيف كامل منطقة السفيرة. خلف هذا الجبل تماما على يمين الكاميرا تل شغيب التي أيضا نظفت بالكامل والتي سنقوم بزيارتها بعد قليل. هلا نحن لوين رايحين؟ نحن طلعنا من قرية الواحة وهلا باتجاه قرية باشكوي. الطريق من الواحة لباشكوي كيف وضعه؟ الطريق كله القرى هي كلها نظيفة، منظفة الجيش كلها يعني. تنظفت من المجموعات الإرهابية المسلحة؟ تنظفت من الإرهابيين وموجودة حواجز الجيش عليها كم. كلها، هلا نحن كل طريقنا هذا كله آمن. آمن إيه. وصلنا معكم مشاهدينا إلى قرية باشكوي، طبعا هذه القرية عانت من بصمات الإرهاب كما تتابعون معنا. طبعا تشاهدون معنا أثار الدمار والخراب الذي لحق بمنازل المواطنين بالإضافة إلى سرقتها من قبل هؤلاء المرتزقة. بعد باشكوي مشاهدين على الطريق وصلنا إلى قرية قشيطة، طبعا هذه القرية أيضا تم تهجير سكانها من قبل هؤلاء المرتزقة، والجيش العربي السوري الآن متمركز في هذه القرية ويقوم بتفتيش كل السيارات القادمة من حلب إلى تلك المنطقة. على طريق الشيخ سعيد، طالع من الشيخ سعيد تماما، تجي حدادين على اليسار والوضيحة على اليمين. حلو. إيه هون واقفين على الزاوية. فأنتوا اضطريتوا تاخذوا طريق بديل؟ لا، ياخذين من واحد 12,000 الصبح، والله غراض ب 12,000 اخذين سارقين 12,000؟ ياخذين منه غراض ب 12,000. ها هن نفس غراض هي بيعتبروها غنايم. إيه طيب. ولا انتم جايبين اكل ومونه؟ إيه للاكل، اكل ومونه وجرى الغاز. يعني انتم عم تاخذوا الطرقات اللي موجود فيها جيشنا العربي السوري؟ لقيتوا هذوك عم بشلحونا، والله عم بشلحونه مو تشليح، تشليح تشليح نظامي، نظامي. هذول جايبين حريه. طيب ايش نسوي؟ ما هي حريه هي. هلا ايش بكون شعورك انت جاي هيك بتلاقي شباب الجيش العربي السوري على الطريق؟ نفسيتي بترتاح. ابدا ابدا الحمد لله. هلا نحن حاليا موجودين بمنطقه ابو تبه، كانت مسيطره عليها المجموعات المسلحه الارهابيه وتم تطهير هذه الارض بفضل قواتنا المسلحه الباسله. بعد ابو تبه في عنا ضيعه اسمها المالكي، كمان تم تحريرها من المجموعات المسلحه وحاليا موجوده فيها عناصرنا وفينا يرجعوا الشباب واهالي الضيعه امنين للمناطق. نحن الطريق كله بالكامل كله امن ومتمركز، آمن في جيشنا امن ومتمركز في قواتنا الباسله وموجودين هناك والارض امنه بشكل كامل. وصلنا معكم مشاهدينا الى قريه توركان، هذه القرية التي نظفت أيضا. كيفك يا حجي؟ أهلا أهلا. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. أنت من الله. هم الضيعة؟ أنا من تركيا. نعم. من تركان؟ إيه. كيف شايف الأوضاع بعد ما؟ والله الأوضاع هلا الحمد لله كويسة. نظفت. نظفت الحمد لله. طبعا هي قرية تركان تنعم بالأمن والأمان. طمني كيف الأمور بتركان؟ تمام الحمد لله. أه؟ تمام الحمد لله. تمام. الحمد لله. الحمد لله تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا رب. وكل شيء كل شيء كل شيء بيتعوض، بس المهم نطفيت. تمام الحمد لله، ما ضل فيه ولا مخرب بفضل الجيش الحمد لله. فضل الجيش العربي السوري. ما ضل ولا مخرب، وهي الضيعة قدامك. أنا أبداً. كنت بلبنان وجيت. أبداً. إي والله. أنت كنت في لبنان يعني؟ إيه. هجرت إلى لبنان؟ إي هجرت لبنان. إيه. هون تلاقوني هون من الأهتار بدنا نذبحك يا بتصير معنا. ابدا والله لا ما بتصير معه، لا ما بذبحوه. ابدا ركبت ورحت من هون على مشغره بركت هنيك. لما خبروني ان الجيش وصل
ركبت ورجعت، ما صار لي 5-6 أيام جاي. إيه وكيف شايف الأمور؟ تمام الحمد لله. إيه؟ هاي شوفت هنا كل شيء موفر لنا الحمد لله، بس ظلت الكهرباء شوي. إن شاء الله الكهرباء والمي وإن شاء الله كل شيء بيرجع. إن شاء الله. رجعت مع عائلتك ها؟ إي والله عندي 23 نفس ما شاء الله. الحمد لله كلهم رجعوا. إيه كنا الحمد لله. الله يخلي لك يا الله يسلمك يا رب. أنا جاي أعطيك الوردة. شلحونا جيش الحر الجرة ولاد الله. لا يوفقهم. شو عملوا؟ شلحونا الجرة وشلحونا جيش الغرام. اخذوا لكم غرام؟ اي والله. الله لا يوفقهم، الله يحميكم رب العالمين ان شاء الله. الله يحميكم ان شاء الله يا رب، يصرفكم على معاديكم ان شاء الله. تمام؟ مرتاحين؟ مبسوطين؟ والله لك انتوا بترفعوا الراس. وصلنا معكم إلى قرية تل شغيف في هذه الجولة التي تقوم بها كاميرا الأخبار في معظم مناطق الريف الشرقي التي قام الجيش العربي السوري بتنظيفها. طبعا أمطار الخير تهطل هنا في المنطقة. مجلس بلدة تل شغيف وهذه البلدة بالكامل أصبحت آمنة ومطهرة من رجس هؤلاء المرتزقة بفضل الجيش العربي السوري. إذن هو الجيش العربي السوري يتابع عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي لبسط الأمن والاستقرار فيها. شاهد حلوة التلفزيون العربي السوري من قلب الريف الشرقي حلب.